يا هلا فيكم، يا تحييهم. وحنا على قرب موعد اليوم الوطني يوم السبت القادم بتاريخ 21 سبتمبر 2023، محاولة اغتيال الملك عبد العزيز وإصابة الملك سعود أثناء حمايته لوالده الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا. تعود محاولة اغتيال الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى يوم 15 مارس 1935 ميلادي، واللي وافق يوم عيد الأضحى المبارك في ذاك الزمان. وروى تاريخ آل سعود تفاصيل محاولة اغتيال الملك عبد العزيز رحمه الله، والتي باعت بالفشل على يد 3 يمنيين. يوم قام الملك عبد العزيز بالطواف مع الطائفين في المسجد الحرام برفقة ولده الملك سعود والحرس الشخصي. وعند بداية الملك عبد العزيز طواف الشوط الخامس وعند استلام الحجر الأسود، انطلق رجل يمني من مكان قرب حجر إسماعيل باتجاه الملك عبد العزيز، وفي يده خنجر يريد قتل الملك عبد العزيز. وقام ولده الملك سعود بحماية والده الملك عبد العزيز، بحيث أمسك الملك سعود بصاحب الخنجر وأبعده عن والده الملك عبد العزيز. وعلى الفور قام أحد الحرس بقتل اليمني المعتدي، حتى يهجم يمني آخر محاول طعن الملك عبد العزيز مرة ثانية، لكنه أصاب هذه المرة كتف الملك سعود بعد أن أراد الملك سعود حماية والده مرة ثانية. وحاول المعتدي اليمني الثالث الهرب بعد ما شاف رفاقه 2 قد قتلوا، لكنه أصيب بطلق ناري قبل أن يهرب ويخرج من الحرم، وتم القبض عليه. اللهم احمي بلادنا من شر الأشرار، واحفظ ملوكنا من كيد الفجار. وفي أمان الله، تصبحون على خير.